تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود. نعم، حيث يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة سوف تسهم في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة من الحرب في أوكرانيا وتغطية النقص في كميات الحبوب وارتفاع الأسعار حول العالم. تشيد وزارة الخارجية بالجهود الخيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وجمهورية تركيا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعكس حرص روسيا وأوكرانيا على تلبية احتياجات العالم من هذه السلع الغذائية الضرورية، مؤكدة أن المفاوضات والحوار هو السبيل الأفضل للتوصل إلى حلول بناءة للمسائل الخلافية بين البلدين، بما في ذلك وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع لتعزيز الأمن والاستقرار على الساحتين الأوروبية والعالمية.